كل واحد مننا بيسأل نفسه ليه أي عدد أس صفر بيساوي واحد؟ ليه العدد ده مساواش صفر؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعال نفهم يعني إيه عدد أس تلاتة. يعني مضروب من العدد ده في نفسه تلات مرات. طب لو كانوا عددين اتنين مضروبين في بعضهم معناه إيه؟ يعني مثلا العدد أس اتنين مضروب في نفسه مرتين والعدد أس تلاتة مضروب في نفسه تلات مرات. وعلشان هنا كنا بنعمل ايه في الأسس؟ بنجمعها يبقوا خمسة. يبقى اللي احنا عملناه ان اتنين زائد تلاتة طلع خمسة. يبقى في حالة الضرب بنجمع الأسس. تعال نفهم منطق تاني. لو انا معايا اتنين أس تلاتة على اتنين أس تلاتة دي معناها ان الاتنين مضروبة في نفسها تلات مرات والاتنين أس تلاتة اللي تحت مضروبة في نفسها تلات مرات. لو اختصرنا هيتبقى واحد. يعني في القسمة كنا بنطرح الأسس، يعني 2 أس 3 على 2 أس 3 هي 2 أس 3 ناقص 3 اللي هي ب 2 أس 0 بيساوي 1. وبكده يبقى أنا عرفت ليه العدد أس 0 بيساوي 1. ليه 0 أس 0 ما بيساويش ال 1؟ 0 ده مثلا وليكن إن هو عدد ناقص عدد، يعني لو قلت الصفر ده إنه 5 أس 5 ناقص 5 معناها 0 أس 5 على 0 أس 5 والمقام 0 يكون ناتج غير معروف. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. سلام.